مهدي بوعود صاحب مطعم سياحي اللي هو هذا، ورئيس غرفة المطاعم السياحية سابقا. احنا توا المطاعم السياحية بصفة عامة مسكرين من تقريبا من مارس، سكرنا تقريبا من 13 مارس، دونك عندنا مارس مسكرين وما خدمناش شي بالكدا خاطر عملوا لنا كوفر فو. عندنا مارس افريل ماي معناها، وتوا عطاونا الدات اللي توا سمعنا بها اليوم اللي هي لوكاتر جوان. احنا كمطاعم سياحيه ساعة نتسائلوا علاش لوكاتر جوان، علاش مش بعد العيد. الكام تاعنا هو مطاعم سياحيه ماهيش معناها محلات تلقى فيها زحمه وناس بالصف وطولنا بعاد على بعضهم، وعندنا معناها عندنا البوسيبيليتي باش نخدموا وباش معناها باش كيما نقولوا معناها نطبقوا لي كونديسيون دي جين ونحلوا رواحنا. بالطبيعه معناها ثلاثه شهور تو هذوما اللي تعداو صعاب برشا. بالنسبه لنا احنا تو الدوله اللي عاونت هذه تو 200 دينار حاجه فريمون معناها بسيطه ياسر. قعدنا احنا المعلميه نخلصوا في خدمتنا تو مارس وافريل ومية ما قداش نطوقوا معناها فريمون برشا علينا. انا تو انا والاخيين معناها عملنا مجهود تو، حتى حكيت مع لي كوليك عملنا مجهود خلصنا اللي نجموا، لكن قداش نطوقوا. وحتى الاوفرتور اللي توش تحل بعد كاتر جوان مش مضمونه الخدمه راهو. الناس خايفه، الناس ما عندهاش فلوس. ديجا خدمتك مع السياح نورمالمون وما فماش سياحه الى حد الان، مسكره سياحه وما فماش سياحه وما فماش سياح باش يجيو لتونس، دونك نتصور الخدمه صعيبه باش تكون. الخدمه باش تكون صعيبه بطبيعه، الاوفرتور ماهيش سهله. الدوله الحقيقه ماهيش واضحه في حتى في التعامل معنا احنا. ديما الاخبار تجي مخر، ديما الاخبار لوش، ديما نسمع بها في فيسبوك. ما فماش معناها حتى حاولنا وعملنا وقفه احتجاجيه الاولى والثانيه، لكن وظن تسمع وظن ما تسمعش. انا نتسائل تو علاش ما نحلوش بعد العيد. الناس كل تو معناها حضرنا رواحنا ومحلاتنا مسيقينها وشينا قضينا سلعه وخدمتنا قاعده تو، مش كيف الخدامه حتى مش المعلميه، خدمتنا شنو نقولوا تو؟ الخدمه نتاعنا معناها نداء للدوله يا خويا يشوفوا السكتور بالسكتور بالسكتور. معناها كمطعم سياحي عندنا بوسيبيليتي باش نخدموا احنا بعد العيد. هذا نداء لوزير السياحه معناها وزير السياحه اللي وهمنا معناها بالخصوص ورئيس الحكومه. وحاجه اخرى توا وزير الصحه منشيره يقول لك ما فماش، نحكينا على السياحه، منشيره يقول لك ما تعومش البحر، وزير السياحه يقول لك عوم في البحر. يا اخويا فما تضارب في الدوله ويدو ما عندهم تضارب يا اخويا، يوضحوا لنا البوزيسيون نتاعهم يا اخويا، خلينا نفهموا روحنا حتى احنا. احنا نخدموا معناها بالاساس مع السواح، تو السواح ما عندناش. وهذه يا خويا وزم ريفيزيون تاع الاعانه هذه اللي عطاوها لنا هذه 200 دينار، شنو هي للخدام؟ اش تعمل للخدام؟ واش تنقص للمعلم؟ معناها انا تو حكيت مع خدمتي معناها الناس باهته كيفاش تاخذ في 200 دينار ما تعملها شيء. 200 اللي كان يدار ب 300 و 400 وخذا كان 200 دينار من مارس لتوا خذاو كان 200 دينار راهو اليوم صابوا لهم. اي اليوم طلبوني خدامه قالوا صابوا لهم 200 دينار، اش تعمل لهم؟ معناها بون ساكوا سيدك مع العيد مصروف من بعد من لو 4 جوان ديجا مازال 10 ايام على الاقل راهو. نرجعوا للوفيرتور اللي انت قلت لي محضر كل شيء، اما علاش مش بعد العيد ديريكت؟ علاش لو 4 جوان؟ انا التساؤل نتاعي للدوله علاش مش بعد العيد اكزاكتومون؟ معناها السيكتور هذا مطاعم سياحيه هنا. انا نحب معناها اهل الاختصاص اللي هو وزير السياحه يفسر ويقول اللي المطاعم السياحيه راهو مش مطاعم، معناها تنجم تقول فاست فود سي فري، انا ما نحبش الناس تسكر، اما فاست فود تنجم تقول تعمل له الحكايه هذه. وحاجه اخرى زاده فما ريمور الدور اللي قالك شخدموا امبورتي، احنا امبورتي ما تعنيناش راه مطعم سياحي. اش معناها انا خارج حوطه ب 100000 امبورتي ولا لحمه الناس باش تهزم الريستورون، ما تعنيناش الموضوع هذا احنا. هذا ينجم يعني فاست فود، معناها يلزم هنا مطالبه بوزير السياحه باش يتكلم اكثر على المطاعم السياحيه باش يدافع عليهم اكثر هنا. معناها يقول اللي السيكتور هذا نتاعنا امبورتي ما تعنيناش احنا، ما عندنا ما تجيب لنا كيف اللي مسكرين راه ما حليناش. كان يقول لك امبورتي عباره ما حليناش احنا.